السلام عليكم طلبة تقنيات عددية. اليوم موضوعنا Special Matrices، مصفوفات خاصة. لأن الهدف من هذا الدرس إني أكتب الـ LU Decomposition لمصفوفات من نوع معين. النوعين اللي راح نتعرف عليهم، نوع أول اسمه تراي دايجونال، ثلاثية الأقطار، مصفوفة ثلاثية الأقطار، والنوع الثاني اسمه Symmetric Matrix اللي هي المصفوفة المتماثلة. الآن راح نبدأ بتراي دايجونال ماتريكس، والألغوريثم أو الطريقة اللي راح نستخدمها تسمى طريقة ثوماس، العالم ثوماس ميثود أو ثوماس ألغوريثم. الآن أول شيء نتعرف شو يعني تراي دايجونال ماتريكس. طبعا تراي دايجونال ماتريكس سكوير ماتريكس، على الدايجونال في عندي أول قطر دايجونال، في قطر ثاني موازي له، وفي قطر موازي من الجهة الأخرى. خلينا نتفق إنه العناصر اللي على القطر الأول أو على القطر الرئيسي عفوا هي اسمها F1 F2 F3، وعلى القطر اللي في الأعلى G1 G2، والأسفل E2 E1، والباقي يكون أصفار. لأن في عندي ثلاث أقطار اسمها تراي دايجونال ماتريكس. هاي الماتريكس هي 3 باي 3 تراي دايجونال ماتريكس، اللي على القطر نسميهم F1 F2 F3 وG1 G2 E2 E3. طبعا اي شيء بالصف الاول 1 1، بالصف الثاني 2 الاندكس، بالصف الثالث الاندكس بيكون 3. طيب لو كانت 4 باي 4 ماتريكس تراي دايجونال بس حجمها 4 باي 4، القطر الاول وحدات، عفوا F1 F2 F3 F4، القطر اللي في الأعلى اتفقنا مثلا سميه G1 G2 G3، والقطر اللي تحته E2 E3 E4. لاحظ 4 يعني بالصف الرابع، 3 بالصف الثالث، 2 بالصف الثاني، 1 بالصف الأول. هاي إذا كانت 2 4 بأربعة، ممكن يكون 5 بخمسة، 6 بستة، أي حجم مربع. الآن اللي على القطر الرئيسي بنسميهم F1 F2 F3 F4 F5، طبعا حجمها 5 ب5، القطر فيه عناصر عددها 5، لما كانت 4 ب4 القطر فيه 4 عناصر، 3 ب3 كان القطر عليه 3 عناصر القطر الرئيسي. القطر اللي فوقه واللي تحته بقل عنه بواحد. القطر هذا G1 بيبدأ من G1 G2 إلى G4، والقطر اللي تحته بيبدأ من E2 ل E5، E2 E3 E4 E5. لأن كيف بدنا نحلل هاي المصفوفة لحاصل ضرب L في U؟ طبعا ليش بنحلل أي مصفوفة؟ ممكن نحل سيستم مثلا AX يساوي B، زي ما حلينا في الدرس في الدروس السابقة، نكتب A على صورة L في يو في اكس تساوي بي، بنطلع ال يو ال واي تساوي بي وبنطلع منها واي، بناخذ يو اكس تساوي واي بنطلع بالتالي المجاهيل اكس. يعني ممكن نحل نظام من المعادلات، ممكن نوجد الانفرس للماتريكس. يعني لو عندي الماتريكس اي فقط وبدي الانفرس الها، زي ما تعلمنا بالطريقه السابقه انه كيف نوجد الانفرس، بس هون اللي اختلف كيف نحلل نوع معين من المصفوفات إلى حاصل ضرب lower triangular matrix ضرب upper triangular matrix. هذا النوع محدد اللي اسمه tri diagonal matrix. الآن خلينا نشوف مثال. أول شيء نحكي كيف الألغوريثم عشان نطبق على المثال كيف نحلل. الآن Thomas method والألغوريثم زي ما حكينا، شو الهدف؟ the aim is to find the LU decomposition. هدفنا أن نطلع التحليل على صورة L lower triangular matrix ضرب U upper triangular matrix، ضربهم يعطيني المصفوفة الأصلية of the triangle بس لنوع معين matrices اللي هو tri diagonal matrix. الآن كيف تتغير ال E؟ E الجديدة E new بأي صف؟ بالصف K، تساوي E old في نفس الصف القديمة تقسيم ال F اللي فوقها بالصف اللي قبلها. لاحظ كل E فوقها F، يعني لو رجعنا هون هذه الE فوقها F، هذه الE فوقها F، كل E فوقها F، فالE
تقسيم الاف التي فوقها. الآن كيف أجيب الاف لنيو؟ اف معينة بدي أغيرها، بتساوي ناقص الاي الجديدة اللي هي بنفس الصف يعني، ضرب جي اللي بالصف اللي قبل، طبعا في ماينس، ونضيفها لاف كي القديم اللي في نفس الموقع. نحط اف كي الجديدة محل اف كي القديمة، فمنزيد لاف كي، وراح نشوف الآن من خلال التطبيق. لاحظ كيف تبدأ 2 3 4 5 إلى N، ولاحظ البداية يعني بيبدأ التغيير من N وبعد، من 2 وبعد. الصف الأول ما عليه تغيير، وكمان اللي بتغير فقط E و F، G ثابتة ما بتتغير. خلينا نشوف كيف راح نطبق هذا الألغوريثم. الآن عندي A ماتريكس معينة، طبعا راح تكون تراي دايجونال، هذا القطر الرئيسي اللي هو سميناه F1 F2 F3، هون G1 G2، هذه E2 E3. الآن كيف بدي أغير؟ الصف الأول ما بتغير، يكون نفسه 2 1 0. نركز مع بعض يعني كيف تطبيق القانون، بسيط جدا. هذه الإي الجديدة، نحط إي جديدة، شو كانت القديمة؟ 4. بنقسم 4 على 2، 4 تقسيم 2 بيطلع 2، بنسجل 2، فهاي الاي الجديدة. الآن الاف القديمة كانت ناقص 2، بدنا نغيرها باف جديدة. كيف الطريقة؟ باخذ الاي اللي بنفس السطر اللي بدي اغير فيه اف، لاحظ اف كي نيو بضرب اي كي بنفس السطر، في جي كي ناقص 1 بالسطر اللي قبل، وبضيفها لاف كي اللي محلها بنفس السطر يعني السابقة القديمة. الآن هون 2 نضربها في هذه ونغير الإشارة، يعني ضربهم ضرب سالب، سالب 2 ضرب 1 سالب 2، ونضيفها للإف يعني نتحرك بهذا الشكل، ومنضيفها للإف القديمة. مين الإف القديمة؟ اللي هي سالب 2. طيب سالب 2 ضرب 1 سالب 2 زائد السالب 2 القديمة بصير سالب 4 بهذا العنصر. إذا هذا العنصر هو سالب 4. الجي لا تتأثر، بتضلها نفس ما كانت ناقص 4. الآن هون 0 ما عليه تغيير. الآن الإي، ننتبه للإي، هذه الإي القديمة بدنا نغيرها للإي الجديدة، نقسم إي على إف، لاحظ إف بناخذ الإف الأخيرة ما بنرجع لهاي، يعني سالب 2 تقسيم السالب 4، سالب 2 تقسيم سالب 4 بيطلع نص. فإذا هاي للتوضيح كيف حصلنا عليها، سالب 2 تقسيم السالب 4، سالب 2 قيمة الإي هذه إي، وهذه اللي هي إف، سالب 2 تقسيم الإي بيطلع الجواب نص. الآن كيف نضرب؟ نضرب هذا في هذا، نغير الإشارة ونضيف الناتج للإف القديمة. الآن سالب نص عفوا ضرب سالب 4 بيطلع سالب 2 ضرب سالب، صحيح بتصير 2، 2 وزائد 5 إذا 7. إذا الماتريكس، خلينا نكتبها مرة ثانية الجديدة، اللي هي صارت 2 1 0 2 سالب 4 وسالب 4 0 نص 7. الآن من هون راح نجيب ال L وال U. كيف نجيب ال L وال U؟ هذا القطر الرئيسي. كيف L نكونها؟ ننتبه كيف نكون L. ال L بنحط على القطر محل القطر في المصفوف اللي طلعناها، نحط وحدات فوق القطر، بنحط أصفار تحت القطر، بنحط نفس هاي العناصر. إذا هون 1 0 0، اللي فوق القطر أصفار، اللي تحته نفسهم، اللي على القطر بصيروا وحدات. هون 0، الآن 0 نص، والسبعة بتصير 1. فهيك حصلت على المرة ثانية. الآن هاي المصفوفة اللي منها بدي أطلع ال L وال U. ال L بنحط على القطر وحدات، 1 وفوق القطر هدول الثلاث عناصر، إذا بدهم يصيروا أصفار، 1 0 0. الآن اللي تحت القطر يبقى نفسه، 2 القطر صار 1. الآن تحت القطر نفسه
اللي على القطر بصير وحدات، وفوق القطر أصفار. هذه كيك جبت ال L. يعني كيف أجيب يو؟ كمان يو بسيطة شغلتها. يو باخذ القطر وما فوقه وتحته أصفار. يعني إذا باخذ 2 1 0 تحت القطر 0، القطر نفسه باخده -4، بعدين 0 0 7. إذا القطر باليو بناخده نفسه، تحت القطر أصفار، فوق القطر نفس اللي كان في المصفوف اللي حصلنا عليها بالثومس ألجورثم. لو جينا نضربهم نتأكد هيك بشكل سريع، هل الضرب للمصفوفتين بعطينا الأصل اللي هو هذا الأصل 2 1 0؟ لأن لو ضربت الصف الأول بالعمود الأول بيطلع 2. يس، الصف الأول بالعمود الأول بعطينا 2، الصف الأول بالعمود الثاني بعطي 1، الصف الأول بالعمود الثالث راح يعطي 0. إذا أعطانا الصف الأول. نأخذ الصف الثاني نضربه في العمود الأول، 2 في 2 4، وصفر صفر بيطلع الجواب كم؟ 4. الصف الثاني في العمود الثاني 2 و -4 و0 بيطلع -2. الآن الصف الثاني بالعمود الثالث 0 و -4 و0 بيطلع -4. الصف الثالث بالعمود الأول 0 و0 0، ما هي 0 عندي. الآن الصف الثالث في العمود الثاني 0 و -2 و0، يعني -2. الصف الثالث بالعمود الثالث، يعني لو تأكدت راح يطلع الجواب صح، 0 و -2 و5 و7 بيطلع 5. إذا التحليل صحيح. فهيك حللنا اليو الـ A لحاصل ضرب lower matrix في upper matrix. الآن شباب الفرع الثاني، A مصفوفة 2 2 0 0 ناقص 2 3 2 0، 0 6 5 4، 0 0 -2 2. الآن نكتبها بطريقة ثومس على شكل lower ضرب upper triangular. لاحظ إنه هي تراي دياجونال ماتريكس، هدول F1 F2 F3 G1 G2 G3 E1 E2 E3. And this matrix equivalent to، and الصف الأول ما عليه تغيير، 2 2 0 0 كتبنا الصف الأول كما هو. الآن نيجي نغير الصف الثاني، هذه الـ E القديمة بقسمها على الـ F بصير الجواب -1. هذه E الجديدة. الآن عشان أجيب F الجديدة بضرب الـ E الجديدة بالـ F بالصف السابق بطلع -2، بغير الإشارة يعني بضرب بسالب صارت 2، وأضيف الناتج للـ F القديمة. الـ F القديمة 3، 2 + 3 بتساوي 5، فإذا هون 5. باقي الصف ما بتأثر، 2 0، يعني بتتغير فقط E و F. الآن نيجي للسطر الثالث، 0 6، اللي هي أول إشي بنغير بكل سطر E. 6 بنقسمها على كم؟ مش على 3، بنقسمها 6 على 5، 6 على 5. الآن 6 على 5 نغير إشارتها نضربها باتنين، يعني نأخذ -6 على 5 ضرب 2، ونضيف الناتج لمين؟ F القديمة. F القديمة كم؟ 5. فالآن نحسب هاي العملية، بتصير تساوي -12 على 5 +5 على 1 اللي هي 25 على 5. إذا الجواب 13 على 5. إذا هاي العملية الحسابية أعطتنا قيمة الـ F الجديدة اللي هي كم؟ 13 على 5. الآن باقي السطر بيكون نفسه، يعني بتتغير في كل سطر E و F. هذه إذن 4. الآن نيجي للسطر الأخير، الصف الأخير، 0 ما بتغير، 0 أول تغيير عند -2. -2 ده قسمها على الـ F القديمة، عندما أخذ -2
تقسيم 13 على 5، يعني سالب 2 ضرب 5 على 13، اللي هي سالب 10، سالب 10 على 13. الآن عشان أغير آخر عنصر، بناخد عكسه بالإشارة، نضرب بعض، نضربهم في بعض، هذه يعني نأشر عليهم، هذه أعطتنا هذا العدد، وهذه العملية أعطتنا هذا العدد. الآن عشان أوجد الإف الأخيرة، باخد سالب العدد، يعني 10 على 13، غيرت الإشارة، ضرب 4 اللي هي الجي، وأضيف لإف القديمة، الإف القديمة هي 2، يعني صار يساوي 40 على 13 زائد 2 اللي هي 26 على 13، أي 66 على 13. إذا هذه العملية أعطتنا 66 على 13. فهيك نكون وصلنا للماتريكس اللي منها رح ناخد ال L وال U. ناخد على القطر وحدات، عشان أجيب ال L على القطر وحدات، فوق القطر أصفار وتحت نفس الأرقام، يعني L راح تساوي، كيف راح نجيب ال L؟ ناخد 1 0 0 0، سالب 1 1 2 0 0. الآن اللي بعدها 0 6 على 5، 1 0، الصف الأخير 0 0، سالب 10 على 13، 1. إذا حطينا على القطر وحدات، على القطر أخذت وحدات، فوق القطر أصفار، تحت القطر نفس العناصر اللي في الماتريكس اللي حصلنا عليها بعد تطبيق الخوارزمية. الآن هذا بالنسبة ل L. إذا هيك جبنا اللور تريانجلر ماتريكس. طب كيف الأبر؟ الأبر كمان بسيطة، الأبر تريانجلر ماتريكس، القطر باخده نفسه، يعني القطر زي ما هو، واللي فوق تحت القطر راح يصير أصفار، يعني هون ده تصير أبر، معناته هون زيرو 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 زيرو، وهذه زيرو، وهون زيرو. على القطر راح يضل نفس القطر اللي هو 2 و 5 و 13 على 5 و 66 على 13، يعني نفس القطر زي ما هو، تحت القطر أصفار، ما فوق القطر نفس الشيء، 4 هون 0 2، وهذه 0 0 2. فإذا الطريقة مرة ثانية عشان أوجد اليو، باخذ القطر نفس مكان، تحته أصفار وفوق القطر نفس الأشياء، يعني من القطر وطالع نفسهم، تحت القطر فقط أصفار. إذا هاي صار عندي لور في أبر، جرب أضربهم في بعض، لازم يعطينا نفس الأصل. يعني إذا ضربت هاي الماتريكس اللور تريانجولر ماتريكس، ضربتها في الأبر تريانجولر ماتريكس، المفروض إنه النتيجة تكون نفس الأصلية A. فهذا بكون حلنا للماتريكس اللي هي A، كتبناها L ضرب U. طبعا لو كان معي سيستم AX يساوي B، بإمكاني أحل هذا السيستم بالطريقة نفسها اللي شرحناها في دروس سابقة. لو كان بدي الانفرس، بإمكاني أجيبه بنفس طريقة الدوليتل ونوجد الانفرس للماتريكس A. فهذا ما يخص تراي دياجونال ماتريكس. الآن شباب، النوع الثاني من المصفوفات الخاصة اللي بدنا نوجد لها الـ LU decomposition، نوع معين اللي هو symmetric matrix. الطريقة اللي بنستخدمها أو الالغوريثم ينسب للعالم شولوسكي، شولوسكي method أو شولوسكي algorithm. الآن تذكير، حكينا إنه A is symmetric، A أو معروف إنه A is symmetric if A transpose تساوي A. A transpose يعني أبدل الأعمدة بصفوف أو صفوف بأعمدة.
اذا طلعت الاي ترانسبوز نفس الاي بنحكي انه اي سيمتريك. بكلام ابسط، القطر الرئيسي حواليه العناصر تكون متماثله. الان راح نشوف بالمثال. الان كيف بدنا نوجد ال واليو لحاله 2 في 2 ماتريكس؟ بنفرض ال على صوره L11 0 L21 L22، واليو نفسها نعملها ترانسبوز، يعني بنحط الصف عمود والعمود صف. اليو هي ترانسبوز للال، ال هي اللور تريانجولار ماتريكس، اليو بتصير ابر تريانجولار ماتريكس. في حاله 3 باي 3 ماتريكس يكون عندي هاي ال على شكل L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 L33. الان واليو بتكون نفس ال L نعملها ترانسبوز، ونفس الشيء لو كانت 4 ب 4. نفرض ال L11 0 0 L21 L22 0 0 L31 L32 L33 0 L41 L42 L43 L44، will you it's a transpose and you can proceed. لأي حجم بإمكانك تفرض نفس الفكرة. لنشوف مثال كيف راح نحل بهاي الطريقة. الآن use Cholesky method to find the LU decomposition of A. A 4 6 6 25. شو معنات symmetric؟ ممكن أحسب الترانسبوز أو هذا القطر الرئيسي، العناصر حوالين القطر الرئيسي متساوي، يعني هذا العنصر بالصف الثاني الأول العمود الثاني لازم يساوي العنصر الموجود بالصف الثاني والعمود الأول، على حوالين القطر العناصر متساوية. الآن إذا عندي هاي L هاي A، كيف بدي أفرض ال L؟ طريقة فرض ال L زي ما حكينا قبل شوي، بناخذ L هي L11 0 L21 L22، في عندي ثلاث مجاهيل. لاحظوا المجاهيل ثلاثة فقط راح يضلوا، هذه L. ال U مش بفرضها من أول، بفرضها U11 U12، بعمل ترانسبوز لل L، يعني الصف الأول بحطه عمود أول، الصف الثاني بحطه عمود ثاني. لاحظ هذه المفروض هي U11، هذه U12، يعني U12 بتساوي L21، هذه 0، هذه U22 اللي هي بتساوي L22، هذه L هذه U، الناتج بدنا اياه يكون من A. زي طريقة دوليتل نعمل عملية ضرب، ضرب مصفوفات عشان نوجد L11 L1 L21 L22. نيجي نضرب الصف الأول في العمود الأول، صف الأول في العمود الأول راح يعطيني L11 ضرب نفسه، يعني L1 تربيع زائد 0، كم الناتج؟ راح يكون 4. إذا L11 هي جذر العدد هذا، نأخذ الجذر الزوجي الموجب، إذا 2، فقيمة L11 تساوي 2، هيك حصلنا على قيمة L11. الآن نيجي نأخذ الصف الأول في العمود الثاني، L11 ضرب L21 زائد 0، الصف الأول بالعمود الثاني يساوي كم؟ يساوي العنصر اللي موجود بالصف الأول والعمود الثاني، يعني بيساوي 6. الآن L11 معي، بنعوض 2 L21 تساوي 6، منها L21 تساوي تقسيم 2 تطلع 3. كمان الآن نيجي للصف الثاني، نضربهاش بالعمود الأول، لأني لو ضربت بالعمود الأول راح أحصل على نفس المعادلة. شوف لما ننزل صف بنجيش على الصف الثاني، بنبدأ بالعمود الثاني، بنبدأش بالعمود الأول، يعني بنبدأش من الأول. ليش؟ لأنه رح نعيد نفس الخطوة هاي. فنيجي الصف الثاني في العمود الثاني رح يعطينا L21 في L21، يعني L21 squared plus L22 ضرب L22 تصير L22 squared تساوي كم؟ 25. الآن عندي L21 موجودة، بصير عندك 9 اللي 3 تربيع زائد L22 squared تساوي 25، معناته L22 squared تساوي 16، وبالتالي L22 الجذر الموجب اللي هو 4. إذا هيك جبنا المجاهيل الثلاثة. إذا ما هي L؟
ال محل L11 نحط قيمتها، محل L21 L22 0 ونعملها ترانسبوز بنحصر عليهم. L11 هي 2 0، L21 3، L22 4، هيك حصلنا L. الآن U كيف أجيبها؟ نفسها بس بدي أعملها ترانسبوز، 2 0 صف الأول حطيته عمود أول، صف الثاني عمود ثاني، 3 4، فهذه هي U. اضربهم في بعض لازم يطلع الـ A الأصلية. لو ضربنا الصف الأول بالعمود الأول، 2 في 2 زائد 0 في 0 بيطلع 4، الصف الأول بالعمود الثاني 6 وزائد 0 بيطلع 6. الآن الصف الثاني في العمود الأول 6 زائد 0 إذا 6. الآن الصف الثالث سوري الصف الثاني في العمود الثاني 9 و16 25، إذا هون 25. إذا فعلا هاي راح تعطي نفس الـ A. فإذا كان عندي سيستم على صورة AX تساوي B بس A كانت سيمتريك، بإمكاني أجيب الـ L والـ U بهاي الطريقة، أو أحسبها بطريقة دوليتل بنفع، لكن هاي طريقة أبسط في حالة الـ symmetric. سؤال ثاني، يعني هاي تخص الطريقة هاي تخص السيمتريك ماتريكس، كيف أحللها كحاصل ضرب لور في أبر، وممكن أحللها بطريقة دوليتل، مش شرط يكون نفس الجواب طبعا. الآن مسألة أخرى رقم 2، A تساوي لو حكينا 4 2 14 و2 17 ناقص 5 minus 5 and 14 minus 5 83. هل هاي symmetric؟ symmetric لو حسبت ترانسبوز لازم يكون نفسها، أو هذا القطر في تماثل، هذا العنصر الموجود بالصف الثاني بالصف الأول عمود ثاني لازم يساوي العنصر الموجود بالصف الثاني والعمود الأول، هذا عنصر موجود بالصف الأول عمود ثالث نفس العنصر الموجود بالصف الثالث والعمود الأول، في تماثل حول القطر، هذول متساويين هذول متساويين هذول متساويين، إذا هي سيمتريك. فأول إشي لازم عشان نطبق شيلوسكي ميثود لازم تكون الماتريكس سيمتريك. الآن كيف راح نفرض ال L؟ طريقتها ناخذ L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 L33، هذه عبارة عن L. الـ U نعمل ترانسبوز، الصف الأول حط عمود أول، L11 0 0 L21 L22 0 ثم L31 L32 L33، فهذه هي الـ U. لاحظ مثلا U23 بيساوي L32 والـ U مثلا 13 بتساوي L31، يعني احنا نفس الـ L عملنا لها ترانسبوز، الناتج بده يساوي 4214 and 217 negative 114 negative 183. This is A. لأن كيف نوجد إذا المجاهيل عندي؟ كم مجهول عندي؟ L11 L22 L33 3 وهون 3، في عندي 6. الآن نبدأ بضرب المصفوفات، إذا الفكرة بتعتمد على الضرب، صف أول بعمود أول راح يعطينا L11 squared، الباقي أصفار بده يساوي كم؟ 4. إذا بكون استنتجت إنه L11 تساوي 2، فهيك حسبنا أول عنصر. الصف الأول في العمود الثاني، عندي آخذ L11 ضرب L21 زائد 0 زائد 0 بده يساوي 2. لكن عندي أنا L11 بصير 2 L21 تساوي 2، يعني L21 بدها تساوي 1 لأنه L11 معروفة إنها 2. الآن نيجي الصف الأول في العمود الثالث،
صف الأول في العمود الثالث راح يعطينا L11 في L31 والباقي 0 بيساوي 14. الآن عندي معروف L11 يعني 2 L31 equal 14، وبالتالي L31 ده تساوي 7. هيك عرفنا L31. الآن ننتقل للصف الثاني. الصف الثاني منضربوش بالعمود الأول، لأني لو ضربت بالعمود الأول بكرر خطوة أنا عملتها سابقا، فباجي لما أنزل الصف باخد عمود ثاني، الصف الثاني ببدأ من عمود ثاني، عمود ثالث إلى آخر. الصف الثاني بالعمود الثاني راح يعطيني L21 squared plus L22 squared زائد 0 يساوي كم؟ 17. إذن الصف الثاني في العمود الثاني راح يعطينا L21 squared plus L22 squared. في عندي L21 معروفة 1، يعني بصير 1 plus L22 squared equal 17. That implies L22 squared تساوي 16، يعني L22 equal 4. الآن ننتقل الصف الثاني في العمود الثالث، الصف الثاني نضربه في العمود الثالث، يعني بدي أخذ L21 في L31، عملية ضرب عادية بضرب الصف الثاني في العمود الثالث L21 في L31 زائد L22 في L32 زائد 0 بده يساوي، أخذنا صف ثاني، صف ثاني ضربته بالعمود الثالث، الناتج ده يكون سالب 5، العنصر الموجود بالصف الثاني والعمود الثالث سالب 5. إذا بدنا نوجد الآن قيمة واحد من المجاهيل. الآن في أشياء معروفة معي، L21 معروف 1، L31 معروف إنه 7، زائد L22 حسبناها الآن 4، في L32 مجهولة تساوي كم؟ ناقص 5. هدول 7 بروحوا على الجهة الثانية بصيروا سالب 12، يعني L32 ناقص 5 ناقص 7 بصير ناقص 12، وبالتالي L32 بدها تساوي سالب 12 على 4، يعني سالب 3. الآن ننتقل للصف الثالث، ناخذ الصف الثالث منضربوش بالعمود الأول ولا الثاني، بنرجع على طول على الثالث، لأنه لو ضربت بالأول والثاني بكرر عمليات حسابية أنا عملتها. يعني الصف الثالث في العمود الثالث شو راح يعطينا؟ راح يعطينا L31 squared L31، عملية ضرب مصفوفات عادية اللي أخذناها في البداية، L31 squared plus L32 squared plus L33 squared ده تساوي، لما ضربنا الصف الثالث في العمود الثالث بعطينا 83. إذا الأشياء اللي معي الآن بعوضها عشان نحسب القيمة المجهولة. L31 معي 7، تربيحها 49. L32 حسبناها ناقص 3، تربيحها 9، زائد L33 تربيح تساوي 83، يعني L32 squared هون 58، 83 ناقص 58 شو بعطينا؟ 25، يعني L33 تساوي 5. إذا أنا عندي L31 squared زائد L32 squared زائد L33 squared. L31 كانت 7 تربيحها 9، L32 كانت ناقص 3 تربيحها 9، L33 تربيح تساوي 83، هدول 58 جبناهم على الطرف الثاني، 83 ناقص 58 راح تعطينا 25. إذا L33 راح تساوي 5. إذا ما هي L وما هي U؟ فقط عملية تعويض. الآن L11 حسبناها 2 0 0، L21 حسبناها 1، و L22 كانت 4،
ال 3-1، ال 3-1 كانت تساوي 7. ال 3-2 ماينس 3، ال 3-3 5. إذن هذه قيم ال 1-1، هيات ال 1-1، ال 2-1، ال 3-1 أخذتهم، ال 2-2، ال 3-2، ال 3-3 عوضتهم. إذا حصلنا على هذه الماتريكس اللي هي 2 0 0 1 4 0 7 ناقص 3 5، هذه ال. يعني كيف أجيب اليو؟ بعمل ترانسبوز فقط بحصل على اليو. هذا الصف الأول بحوله عمود أول، والصف الثاني عمود ثاني، من هون 0. الصف الثالث 7 ناقص 3 5. إذا هيك حصلنا على اليو. هذه اللور تريانجولار ماتريكس وهذه أبر تريانجولار ماتريكس، جرب اضربهم لازم يطلع الجواب عندك A. هاي شلوسكي ميثود. إذا شلوسكي بنطبقها لما يكون عندي سيمتريك ماتريكس والتراي دايجونال ماتريكس. إذا عندي تراي دايجونال ماتريكس بس طبق عليها ثوماس ألغوريثم. الآن شباب أعطي آخر طريقة لحل سيستم من لينير إكويشن تسمى جاوس سيدل ميثود، وهي إتريتيف ميثود. يعني بنعمل إتريشن، حل أول، تقريب أول، تقريب ثاني، بنحسن على التقريب المفروض. طبعا إذا كان في عندي إتريشن ميثود ممكن تكون كونفرجنت، ممكن تكون دايفرجنت. الآن نشوف في شرط عشان تصير كونفرجنت. الآن بيكون معي لينير سيستم على شكل AX تساوي B. الماتريكس A راح تكون مربعة أيضا، يعني كل الطرق مربعة الماتريكس إلا طريقة جاوس جوردن وجاوس إليمينيشن. هذول مش شرط تكون مربعة، عدد صفوف عدد المعادلات أكثر من مجاهيل أو أقل أو يساوي. بينما كريمر والإنفرس والجاوس كل هاي لازم تكون A مربعة، يعني عدد المعادلات نفس عدد المجاهيل. فأشمل طرق لحل أنظمة المعادلات هي الجاوس جوردن والجاوس إليمينيشن، تحل أي شيء. الآن لو كان معي ماتريكس زي هيك، الماتريكس أوف كوفيشنتس مربع، حتى تكون هاي الطريقة كونفيرجنت في شرط: This method will be convergent if the absolute value of AII، يعني A11 A22 A33، المطلق لـ AII لازم يكون أكبر من مجموع القيم المطلقة ل AIJ وJ من 1 ل N. يعني منغير J، منغير العمود، بضل الصف ثابت. بمعنى أبسط إنه القيمة المطلقة لأي عنصر على القطر لازم يكون مطلقه أكبر من مجموع القيم المطلقة اللي على نفس الرو ما عدا هذا العنصر. نشوف كيف يعني نطبقها على المثال. And by Gauss Seidel method، عالمين Gauss وSeidel، by Gauss Seidel method solve the system 6x minus y minus 2z linear system equals 12 3x plus 5y plus z تساوي 3 2x ناقص y زائد 7z تساوي 36. ال initial guess خد x نوت، طبعا اذا محطها او محطها بنعتبر ال initial guess 0 0 0 واحنا راح نحتاج فقط 2 منهم مش 3 في الإتريشن الأول، لأنه راح نشوف بالطريقة. الآن كيف يعني الطريقة؟ الآن بدي أحل X، أطلع X يعني أخليها موضوع القانون، X the subject of the rule. لأن كيف بدي أخلي X subject of the rule؟ أول إشي لازم أتأكد إنه معامل المتغير اللي بدي أخليه subject، لازم هذا المعامل اللي هو في X يكون مطلقه أكبر من مطلق السالب واحد ومطلق السالب اثنين. معاملات المتغيرات الأخرى سالب واحد وسالب اثنين، خذ مطلق لكل واحد، واحد واثنين ثلاثة، ستة أكبر من ثلاثة. إذا هاي بتنفع. نشوف المعادلة الثانية قطريا نمشي. الـ A22 خمسة، هذا ثلاثة وهون واحد، خمسة أكبر من أربعة. الآن لو جينا على السبعة، السبعة أكبر من اثنين وسالب واحد مطلقها واحد، مجموعهم ثلاثة. فلازم اللي بدي أخليه subject of the rule اللي هم بيكونوا على القطر، لازم معاملاتهم مطلقة أكبر من مجموع القيم المطلقة لنفس الصف.
الآن إذا ما كان هذا الحكي حاصل ممكن نبدل معادلات مكان بعض. الآن بعد ما نتأكد إنه A11 مطلقة أكبر من المطلق لـ A12 زائد A1 مطلق A13، نطلع X بنخليها موضوع القانون، يعني بننقل الـ Y والـ Z على الجهة الثانية ونقسم على 6 بتطلع قيمة X. من المعادلة الثانية 5، طبعا هي أكبر من مطلق الحدين الآخرين معاملاتهم، لأن يعني بتصير y تساوي 3 ناقص 3x ناقص z على 5. هذا الشرط عشان تصير convergent، لأن z تساوي 36 ناقص 2x زائد y على 7. يعني خليت x من المعادلة الأولى موضوع القانون، y موضوع القانون من الثانية، ومن الثالثة z هي موضوع القانون، لأن هاي العلاقات بصير أعوض فيهم. يعني عشان أعمل الـ first iteration نيجي نحسب الـ first iteration، يعني المرحلة أو التقطير أو التقريب الأول. x node عندنا اتفقنا 0، y node 0 هم اللي بحتاجهم بس، و z node لو اعتبرناها أيضا 0. الآن التقريب الأول لـ x ممكن نسميه x1، يعني أول تقريب. شو بعمل الآن؟ بعوض محل قيم y و z اللي معي. قيمة y الآن باخد y نود و z نود اللي هي 0 0، فبتصير x1 تساوي 12 plus 0 زائد 2 في 0 تقسيم 6. يعني عوضت في هاي المعادلة محل y 0 محل z 0. الآن هون 0 بصير 12 على 6، إذا x1 تساوي 2، فهي قيمة الـ x1 من الـ iteration الأول. الآن عشان أطلع الـ y1 بعوض في المعادلة الثانية 3 ناقص 3 في x، بس انتبهوا x باخدهاش 0، باخد دائما قيمة المتغير الأخيرة، آخر قيمة حصلنا عليها للمتغير x شو كانت؟ 2، حتى لو من نفس الخطوة عشان نسرع بالعملية بالوصول للقيمة الفعلية للـ true value. الآن يعني x1 تساوي 2، نحط محل x1 2 مش 0، ناقص z ما في عندي إلا 0، باخدها 0 على طبعا اللي احتاجتهم y نود و z نود مش x نود على 6. الآن كم راح يساوي هون؟ على 5، المعادلة على 5. الآن بصير 3 ناقص 6 ناقص 3 على 5، يعني ناقص 6 من 10. إذا y1 minus 0.6، فهي الإيتريشن الأول طلعت x1 y1 كمان مرة 3 ناقص 3 بقيمة الـ x، آخر x وصلت لها 2، ناقص قيمة الـ z 0، حطينا محل z 0 على 5، أعمل عملية حسابية بيطلع معك y1 تساوي minus 0.6. لأن إذا بدي أحسب z1 برجع للمعادلة اللي هون اللي خلينا زد موضوع القانون فيها، بعوض 36 ناقص 2 في اكس، اكس شو اخر اكس وصلنا لها؟ هي 2، حتى لو بنفس الخطوة، زائد الواي كم؟ ماينس 0.6، ماينس 0.6 تقسيم 7، تقسيم 7 بنطلع قيمة اذا زد 1 راح تساوي 4.48571، يعني عملية حسابية بالآلة الحاسبة بنطلع الناتج. فهيك حصلنا على قيمة Z1، هاي قيمة Z1. الآن هذا الإتريشن الأول أعطاني قيمة X Y وZ، الإتريشن الأول لـ X ولـ Y ولـ Z. الآن Second Iteration، قيم x اللي حصلنا عليهم x1 2 y1 تساوي ناقص 0.6 و z1 تساوي 4.48571. لأن نجيب ال x2 التقريب الثاني أو الاتريشن الثاني ل x2، نرجع لمعادلة x اللي طلعناها بالأول موضوع القانون، 12 زائد قيمة الواي عندي اللي هي ماينس 0.6 زائد 2 في قيمة زد
هذه قيمة زد 4.48571 مقسومة على الستة، اللي هي احنا بنعوض في المعادلة الأولى ستة، بنطلع منها قيمة X2، فX2 بالآلة الحاسبة راح تطلع 3.39524. This is X2، تقريب الثاني لX. الآن بدي أجيب Y2. Y2 نرجع للمعادلات نفسهم اللي خلينا Y موضوع القانون، 3 ناقص 3 في الإكس، إكس اللي وصلنا لها آخر قيمة وصلنا لها 3.39557، قيمة X2 يس 3.39524. يس بلس اور ماينس زد، يعني 3 ماينس 3 اكس ماينس زد، اخر زد عندي هاي قيمة زد الأخيرة، بسجلها 4.48571 ديفايدد باي واي ديفايدد باي 5. سو y2 راح تكون معنا تساوي ماينس 2.334286، فهذه y2 ممكن اقربها لاي عدد، بدي الجواب مثلا لثلاث منازل ممكن اقرب لثلاث منازل. الان z2 ما هي z2؟ القانون لزد 36 ناقص 2x ناقص زائد y على 7، اذا 36 ناقص 2x اخر x وصلنا لها بنسجلها 3.39524 plus y اللي هي negative 2.334286 مقسوم على 7، مقسوم على 7 بنطلع الناتج بالآلة الحاسبة بتكون z2 تساوي 3.89319. This is z2، فهاي قيم x2 وy2 وz2. طبعا عملنا 2 iterations، مطلوب كان 2 iterations، ممكن نعمل اكثر. لو طلعنا الترو سوليوشن لهاي المعادلات، لو حسبناه بالآلة الحاسبة او باي طريقة، الترو سوليوشن راح يكون 3 minus 2 4. يعني لو عملت 4 iterations راح تشوف حالك انه اكس راح تقترب كثير من الثلاثة، الواي راح تقترب كثير من سالب 2، من الزد تقترب من 4، يعني هاي الطريقة راح تكتشف انها convergent. فكل واحد يعمل 2 iterations more، يعني اعمل 2 iterations، السكند عملنا، نعمل الثيرد iteration والفورث iteration، وراح نشوف انه الجواب الفعلي قيمة اكس راح تقترب منها قيم اكس 3، وهون y تقترب من السالب 2، والزد تكاد تكون، يعني لو عملنا 2 iterations more راح نصير قريبين جدا من الـ true solution. عند هون بنكون خلصنا موضوع الـ linear system بكل أبعاده، ويعطيكم ألف عافية.